السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى تكون اموركم مزيانه. القصه ديال اليوم اللي جبت لكم قصه حقيقيه مغربيه 100%، قصه مؤثره بزاف، قصه اللي فيها الحزن، فيها الانتقام، فيها اي حاجه ممكن تجيكم من الباب. قصه كل تشويق، قصه كل اثاره، قصه اللي غتخليكم تستغربوا وما تتيقوش. هي قصة حقيقية مغربية. خوش بلا ما نطول عليكم، بقاو معنا حتى الاخر كيف العادة. اللي مابوني مرحبا به، اللي ما مابونيش يتابونا باش يوصلوا كل جديد. واللي تفرج في الفيديو خليه لايك كومونتير وبارطاجيه مع صحاب. يلا بقاو معنا حتى الاخر. القصة الخوت غدا تبدا سنة 1998 بالدار البيضاء مع واحد السيدة اللي سميتها ماريا. هاد السيدة غنية، مهم بارك، مهم الحمد لله، عندها مدخول، والعائله ديالها حتى هي عائله غنيه. هاد السيده اللي سميتها ماريا احتاجت خدام، بحال اي واحد احتاج خدامه غادي يمشي عند السمسار. السمسار كيدبر على الخدامات لعائله الميسور اللي لاباس عليه. مشات عنده قالت لي بغيت خدامه، قال لها واخا واحد المده. واحد النهار تلقاتو جا دق عليها في الباب، حلو هي تلقى معاها دريه صغيره وباها اللي سميتو التهامي. هما مجايين من واحد القريه اللي من نواحي ديال وزان. ماريا شافت البنت، قالت لهم، قال لها السمسار هذه هي الخدامه انا جبتها لك. قالت لي مرحبا، جبدت الخلصه ديال الشعر عطاتها لباها. قالت لي من الشعر غنبقى نعطيك الخلصه. ما دبوها قال لي او، قال لي راه ما يمكنش ليا انا راه من واحد القريه بعيده من نواحي وزان، كل شهر غنبقى نجير غنخسر فلوسها في الترونسبور. قال لي اعطيني الخلصه ديال عام كامل. ماريا عجبتها الفكره، ناضت عادي صافي جمعت لي الخلصه ديال عام كامل اعطاتها لي. الدريه فاطمه اللي في عمرها غير 10 سنين كتشوف باها اللي كيبيع فيها على قبل جوج دريالات، واللي ما باغيش يشوفها من شهر شهر من العام للعام. وغير خدا الفلوس باها مشى في حاله. فاطمة سدت عليها ماريا الباب، دخلت الدار. أول حاجة دارت معها جات عندها وبركش كتملي عليها في القوانين. قالت ليها خير نهضر ملي نكون نهضر معاك، ما تهضريش معايا وانت دايرة راسك، حضري راسك. وما عمرك تقولي لي فاطمة بحال قلت لها، قولي لي لا، وراجلي قولي لي سيدي. وانتي اخر وحده تنعسي في الدار، تصلي الماء طيب يتجفي ديري كل شيء، وما تمشيش تاكلي من الثلاجه، تحلي وتاكلي من الثلاجه، طلبي الاذن على اي حاجه بغيتي تاكلي. غتشات الماكله راه غادا تاكليها. عطاتها بزاف ديال القوانين وقالت لها عاوتاني في الصباح انت هي الاولى غادا تفيقي، غتوجدي الفطور ملي غنجيو حنا نفطرو وكتبقاي واقفه كتسخر علينا. فاطمه وهي كتسمع بدوك القوانين وكتفكر فين غدا تنعس، فين بلاصه غدا تنعس، فين غتعطيها الناس. وهي مازال كتفكر جاتها الاجابه من ماريا، جابت لها واحد المنطق وواحد الغطاق فريش قدام بزاف. قالت لها هادو غدا تفرشيهم بلاصتك هنا في المطبخ. قالت لها غدا تفرشيهم بجوج وتن نعسو حنايا وغتنعسي، والصباح ملي غتنوضي ما نبغيش نلقاهم في الكوزينه، نبغي نلقاك جاي معاهم حيت غتنوضي قبلنا وغتوجدي الفطور الى اخره. عياتها بالقوانين حيت باقا ما بداتش. فاطمه بدات الخدمه ديالها بخير، ما كاين حتى شي مشكل، قاده بقدودها. دازت واحد المده، واحد النهار فاطمه دارت خدمتها حتى الليل وعيات بزاف. فاطمه من نعست الصباح ما قدرتش تفيق، ما فاقتش قبلهم. وهي تجي ليها ماريا كيفاش فايقتها الخوش، ركلتها برجلها حتى ناضت فاطمه مفزوعه، كتعاودها بواحد الصرفيقه على حنكة تخلات حمر، وفهمتها بانها الا ما فاقتش ودارت داكشي اللي قالت ليها غيكون المصير ديالها هو العصا. فاطمه كانت كدوز النهار بشهر، نهار بعام، وديما كتفكر امتى غتشوف باها، امتى غتشوف خوتها، حيت توحشتهم بزاف. كتحس بالنهار باش يقرب العام باش يجي باها. فواحد النهار وهي كتسمع ماريا داوي مع راجلها، قالت لها راه قرب المجيء ديالها، قالت لها راه قرب النهار غيجي فيه التهامي باش ياخذ الاجره.
سمعتها فرحت بزاف، وفعلا جا النهار اللي غيجيب بوها باش غادي ياخذ الفلوس. في واحد اللحظه تامي دق في الباب، حلت عليه ماريا، عطاتو الاجره، قالت لي دور الخلاص ديال هذا العام الجاي. شد فاطمه مسكينه قبل فرحت بزاف، خصوصا ما سمعت الصوت ديال بوها، لكن بوها غير خد الاجره ومشى فحال وما شافش فاطمه بنتو. تصوروا معايا وتخيلوا معايا كيفاش غيكون الاحساس ديال فاطمه في هذيك اللحظه، ولا الاحساس ديال اي واحد منا حنا غيكون في بلاصتها. لا حول ولا قوه الا بالله. دازت مده ديال 4 سنوات، 4 سنين ما شافت لا باها لا مها لا خوتها لا حتى واحد. فين ما كيجي كياخذ الفلوس وكيمشي في حاله. وفي هاد 4 سنين ماريا ولدت ولد وبنت، ولات كتلاها معاهم فاطمه، وتزاد عندها الهم كبر والحمل تقال عليها بزاف. وفي هاد المده لاحظت واحد الملاحظه اخرى، لاحظت بان راجل ماريا المراه اللي مخدمها ما عنده شخصيه، ما عنده كلمه، وماريا كتبقى تغوت عليه، كتبقى ما تسوقوش، كدير اللي قال لها راسها. والامر الغريب هو انها كترجع كل ليله في حاله سكر، كترجع فاقده الوعي ديالها. فاطمه عرفت بان ماريا عندها بزاف ديال الناس في حياتها، عندها ماشي غير عاشق واحد، عندها بزاف، وبغات تمشي تقولها للراجل، ولكن عرفت راجلها ما غيقول لها والو، ما عنده شخصيه، ولا ربما بانه عارف، خلات السر. ودازوا الايام ودازوا السنوات، فاطمه غدا تكمل 14 عام. فاطمه غتولي تبان كبيره اكثر من العمر ديالها، تبرز المناطق الانثويه ديالها، غادا تكبر شويه. وهنا راجل ماريا اللي سميتو الحبيب بدا كيتقرب منها، باش راكم عارفين كيتقرب منها. فاطمه كدير راسها ما عارفاش، ولكن عارفه بان النيه ديالو كي دايره، حيت لا خيره في واحد ما عندوش غيره على مرته، يعني يقدر يدير اي حاجه. فاطمه غيدوز 5 سنين على العمل ديالها، 5 سنين وهي خدامه في هذيك الدار. وبالضبط سنه 2003 غيوري العمر ديالها 15 عام. ماريا بدات كتحس بان راجلها كيتقرب من فاطمه. كيفاش وعلاش؟ فواحد النهار ماريا قالت للحبيب، قالت ليه انا راه خارجه معروضه غاده عند العائله بلا ما تسناني، هو ما عندوش حق يدوي، راكم عارفين هي اللي حاكمه. فرح هو في هذاك النهار، مشى شرا تقدى واحد الدجاجه محمره، العصير، الماكله، الشلايض، العيبات، جا زوق الطابله وعيط على فاطمه، قال لها اليوم ما غاداش تاكلي تبقى لك الماكله ولا غتاكلي في الكوزينه، اليوم غتبركي حدايا وغتاكلي معايا. في الاول رفضت الامر، هو يبقى عليها كيبتسم كيضحك، هادي ما هنا من اللي هضره زوينه كليمه زوينه، جلست باش تاكل حتى هي معايا. الحبيب بدا كيكب العصير لفاطمه، وهو متوتر بزاف كيفكر شنو غيدير من بعد العشاء. وفي لحظه غينهار ليهم كلشي، غتحل عليهم الباب ماريا وغادا تدخل، وغتحصلهم بجوج مريحين بحال شي عاشقين، وغتجي غتصرفق راجلها الحبيب وغتعايرو بأدنى الكلام، وغتعاود فاطمه غتصرفقها وغتقولها غتخرج وتجمع حوايجك وتمشي عليا وما ترجعيش لهاد الدار. فاطمه ملي خرجت من الدار بقات كتبكي بزاف، بان ليها غير باركينغ ديال الطوموبيلات ديال العماره مشات هبطت باتت فيه، وغير طلع النهار شدت الطريق. مسكينه باقا صغيره ما عارفاش فين غاده، غريبه ماشي بنت المدينه، وغير غاده شاده الطريق وما عارفاش فين غاده تمشي. فاطمه وهي غاده كيديوها رجيلاتها لواحد البلاصه بحال القريه، شافتها ويبان لها واحد الراجل سارح البقر سارح الاغنام، تفكرت وقالت بحال القريه ديالي. غير وصلت حدا داك الراجل ويهضر معاه، قال لي اشنو كديري بنتي هنايا، راه غيظلم عليك الحال والدنيا خايبه هنايا، وهاكاين وهاكاين وهاكاين. غير قرب حداها فاطمه، نهارت بالبكاء، عينها بدات كدمع، وبدات عودت ليه القصه ديالها كامله من ا حتى ز. الراجل بقات فيه، كيبان عليه الحشمه، كيبان عليه الوقار، كيبان عليه راجل داخل سوق راسه، ضايف البراك ديالو. فاطمه زعما مشات عندو، راجل كبير ممكن يدير ليا والو، قالت ومشات عندو لهاديك البراكه ديالها. الراجل جاب ليها خبيز ولبينه، قال لها كولي يا بنتي وسيري ارتاحي في بلاصتي، تكاين غادي نخرج نقضي شي غاره. ف
فاطمة تكات وهي كتفكر داكشي اللي وقع عليها وشنو غادي يوقع عليها من بعد. ارتاحت عمرها ما ارتاحت بحال هذيك الراحة ونعسات مزيان. هاد اللحظة رجع الراجل جاب شوية ديال التقادية في الكفة فيقها بواحد الطريقة اللي ما عمرها فيقتها بها ماريا اللي كانت عندها. قال لي بنتي صوبي لينا الغدا. فاطمة كتعرف طيب بدون بكل فرح ناضت بركت كطيب في أقل من دقائق ماشي بزاف طيبت الغدا وجدات. فاطمة كلات بزاف عرقتها مزيان والماكلة اللي كلات عمرها ما كلاتها في حياتها عجب الحال بزاف بقات كتاكل بحال ما كلاتش شي عام. سالو الماكلة داك السيد مشى رجع على الأغنام ديالو وخلاها في الدار. غير وصل الليل غيجيو غيتعشاو بشوية ديال الجبن وشوية ديال الحليب وغيقول لها سيري نعسي في بلاصتي. وهو اللي سميتو الله عمرها دار مشى فرش برا ومشى كينعس برا. بقى كيعاملها مزيان لواحد المدة والمدة ديال 3 ايام ما قال لها حتى شي حاجة لا شنو غدير ولا شنو ناوية دير. دازت 3 ايام نفس الروتين كيمشي يخدم كيخليها في الدار كيجيو كيناسو كيفرش لي برا كيناس. النهار الرابع ويجي عندها قال لها شنو ناوية دير؟ انا مراتي راه ماتت مدة هادي وما عنديش وليدات والناس ديال الدوار غيبقاو يشوفوا فيا شي شوفة ناقصة بغيت نعرف شنو غدير. انا راه ما عنديش غرام ديال المشكل تبقى هنا ولكن الناس ديال الدوار غيشوفوا فيا بشوفة ناقصة. قالت لي اسمح لي تقلت عليك بزاف انا غدا نمشي في حالي نرجع لوزان. قال لي لا بنتي ما يمكنش تراجع راسك عطيني سميه باك الرساله العنوان انا غنكتب ليه شي رساله ونصيفط ليه نقول ليه يجي عندي هنا. فعلا صيفط ليه. داز اسبوع الاب ديال فاطمه جا لهذيك القريه عند هذاك السيد ضايفو حتى هو 3 ايام. النهار الرابع اللي غاديين يمشيو فيه اي رجعوا لوزان جرأت فاطمه ونادت وقالت لي شوف الوالد انا ما غنرجعش معاك لهذاك الدوار حيت رجعت معاك انت غادي غير تزوجني لشي شارف اللي مقع عليه خدامه ولا غادي تمشي تخدمني في شي دار وغادي نعيش عاوتاني التكرفيس انا ما راجعاش معاك. وبكل جرأه فاطمه غتقول بواها شوف الوالد غتخليني نخدم عند هذا السيد هنايا غتجي تاخذ من عنده الفلوس ولا غادي تزوجني ليه وغنتزوج به على سنة الله ورسوله. باها بقى غير مصدوم وكيشوف فيها. عبد القادر كان عفوا السيد اللي جالسين عنده تماك تم جاي هز واحد اللبن باغي يعطيه الضيوف وهي تجيب كل جرأة قالت لي غادي تزوجني وغنتزوجك وغنبقى معاك هنايا ولا غديرني خدامة نخدم نقضي لك الأمور ديال البيت. السيد تصدم تفكر مراته ما عرف باش يجاوب. الإجابة ربما تكون إيجابية ربما تكون سلبية. قلت لها تزوجها شنو غادي ممكن يوقع؟ شنو في نظركم نتوما المتابعين ديالنا؟ صراحة قصة مؤثرة. السيد قال لفاطمة قال لي أنا شيخ كبير. قال لي ما غتشوفي معايا غير الشيخوخة. قالت لي اللهم شيخ يحقق لي كرامتي وحافظ عليا ولا واحد باقي صغير اللي غادي يهيني وما يعقلش عليا. فكر واحد شوية من بعد هو يوافق قال لها مرحبا نتزوجوا على سنة الله ورسوله. وعطى لبواها ثلاثة ديال البقرات كصداع مهر زعما. بواها بقى غير كيتحرزز باغي يمشي في حاله. قال لي شنو ماك فين باغي تبقى؟ قال لي بقى مولسنا واحد شوية. قال لي باغي ندي هاد البقرات باش ناخذ الفلوس وهادي. قال لي شحال بغيتي في هاد البقرات؟ قال لي القد والقد. ناض السيد اللي تزوج فاطمة عطاه الفلوس وقال لي يلا غير كنس. كانوا عايشين بخير واخا هو كبير وهي باقا صغيرة لكن حتى لهنا وكان مزيان. لكن من بعد اللي غيوقع غيوقع خايب بزاف. هذاك السيد اللي تزوج فاطمة عنده ولاد عمو. ولاد عمو كانوا كيتسناو فيه غير يموت باش يورثوا الخيرات ديالو حيت هو عنده الحمد لله. ما غيحملوش فاطمة اللي تزوجت به وبداو كيديروا بزاف ديال الحوايج باش يفارقوه على فاطمة. بداو كيوسوسوا ليه كيقولوا لي مرتك ما مزياناش مرتك زوجة غير صالحة كل مرة كيقولوا ليه هضرة. هنا بدا كيدخلوا الشك بزاف خصوصا من بانوا الاعراض ديال الحمل على فاطمة. شك في الابوة ديالو ولا داك المولود اللي غادي يتزاد وما قال لفاطمة حتى شي حاجة. لكن المعاملة ديالو تبدلت بزاف. هجر الفراش ديالو حدا فاطمة مابقاش كيهضر معاها بزاف كيبعد منها ديما كيحاول ما يتقربش منها. فاطمة صبرت تعيات واحد النهار فاق الصباح قالت لي شوف هاد المعاملة مابقاش عاجباني انا غادا نمشي نرشد الكار ونرجع لوزان غير طلقني وما باغا منك لا فلوس لا حتى شي حاجة.
هنا قال لها بحال فاق بحال قال ربما غير كيوسوسوا ليا، قال لها يلا غنمشيو عند الطبيب ونتاكد من الابوه ديال هاد الدري. فاطمه قالت لي اللي ما يثقش فيا ما عندي ما ندير به، حسن لي نطلق ورجع للدوار، بارك عليا غير هاد الولد نعيش لي حياتي كامله. واخا هكاك واخا هاجر الفراش ديالها ما قدرش يتخلى عليها وبقى معها حتى الموعد الولاده، وداها لاحسن مستشفى وغتولد الدري اللي ذكر ولد. مشى سرا عند واحد الطبيب قال لي بغيت نتاكد من الابوه ديال هاد الدري، قال لي هادي شي حاجه سهله، قال لي من بعد 3 ايام غيخرجوا النتائج. وفعلا دار التيست ديال الابوه وبعد 3 ايام خرجت النتيجه. فنظركم الدري ولد من ايها السي ايها خوتي، الدري ولده فعلا، وتاكد 100% من بعد 3 ايام ان الدري فعلا ولده. ومن اللي عرف الولد راه ولده فرح بزاف، حيت هو كان كيحسحاب ليه هو انه ما كيولدش، وصدق يولد ولد الدري ذكر. مشى قبل الراس ديال الزوجه ديالو، اعتذر منها وقال لها سمحي لي على المده كامله اللي عشت بعيد عليك وهنتك فيها. راجل فاطمه عرف ان ولاد عمو ما غيخليوش في راحته وغيبقاو عليه حتى غتوقع شي حاجه لولدو ولا فاطمه، داكشي غير على قبول الارث. ويمشي عند واحد السيد صاحبه، داك السيد صاحبه طيح عليه واحد الفكره، جا بدا يطبق هذيك الفكره. وعرفتوا الخوت شنو هي الفكره؟ الفكره اللي غتقلب حياته. قرر انه غيبيع جميع الاراضي وكذلك واحد الارض اللي قريبه للمدينه واللي جابت ليه بزاف ديال الفلوس، وباع كل شيء وجاب ثروه كبيره، وغيمشي للدار البيضاء وغيشري بزاف ديال العمارات، وهذوك العمارات كتبهم بسميه الزوجه ديالو وولده، حيت هو راجل كبير وفي اي لحظه ممكن يموت. وقال ليها انت اللي غتكلفي بكل شيء وبالامور الماليه وداكشي، انت باقا صغيره وبصحتك، انا بارك عليا غير الصلاه والعباده، انا راجل كبير بزاف. وهاد دوك الامارات غيكريوهم وغادي يبقاو ياخذوا منهم الاجره، وهي اللي غتكلف بكل شيء. فهذوك الامارات ديالو اختار احسن شقه في الرشا وعاش فيها هو ومرته، وحتى العائله ديال الزوجه ديالو شرا ليهم دار في الاحياء الشعبيه وقربهم من الزوجه ديالو فاطمه. وما تخيلوش الخوت المفاجأة، المفاجأة هي أن هذيك الشقة اللي فرشها وخلاها باش يسكنوا فيها، هذيك العمارة ملي وصلت فاطمة لقات بأن هذيك العمارة كان ساكنة فيها ماريا. في الأول خافت بزاف وقالت لراجلها، لكن هو قال لها أنت راه ديالك هاد العمارة كاملة، يعني أنت اللي محكمة في كل شيء. داز أسبوع، فاطمة سمعت بزاف ديال الشكاوى من هذيك الشقة ديال ماريا بانها رجعتها وكر للدعاره، زعما شقه كتدخل وتخرج فيها. هنا جاتها فكره وفرصه باش تنتقم من ماريا، عيطت للمحامي ديالها عاودت ليه كلشي وخلاته هو يتكلف. المحامي غادي يجي عند ماريا قال لي خصك تخلصي الكره اللي كيتسالق، حيت مجموع عليها شهور ما بقاتش كتخلص ما والو، رفضت ما تسوقاتوش، وقع واحد الشكايه بداك الشيء اللي سمع من الجيران، والجيران سناو عليها. الشكاية دفعوها للشرطة ديال الأخلاق وبقاو مراقبين ديك الشقة ديال ماريا. في واحد النهار تأكدوا مزيان بأنها بصح دارت وكر للدعارة. واحد النهار حضاو مزيان الشقة ديال ماريا وجاو دخلوا عليهم في حالة ديال التلبس، ولقاو جوج ديال النساء وجوج ديال الرجال وشدوهم في واحد الوضعية اللي حرجة، واحد الوضعية اللي خايبة، وداوهم هما وماريا. هادوك اللي تشدوهم اعترفوا بأن ماريا كتوسط في الدعارة ما بين الرجال وما بين العيالات، مشاو حتى هي شدوها جابوها وعيطوا على مولاة العمارة. فاطمة وهي داخلة وهي تلقى ماريا كتبكي في الكوميسارية عند الشرطة ديال الأخلاق، شوفوا الأيام فين دارت، هي اللي كانت خدامة معاها ولات هي ساكنة في العمارة ديالها، وهي اللي ولات لاباس عليها، وهي اللي غادت هي اللي دخلت انتقمت منها ودخلتها للحبس. ونهضت ماريا عند فاطمة بقات كتطلب فيها كتقول لها عافاك سمحي لي عافاك عافاك راه ما عنديش وهادي، وبقات فاطمة باغا غير تذكرها تذكرها مزيان، بغاتها تعرفها ما عرفتهاش، وهي تبدا توريها في الحروق اللي كاينين في الجسم ديالها، حيت ماريا كانت كتكويها وهي تعرفها. وتصدمت ماريا بزاف وقالت او الخدامة اللي كانت خدامة عندي ولات هي مولات العمارة، هادشي ميمكنش، صدمة صدمة كارثية.
واخا هكاك ناضت بغات تبوس ايد فاطمه، لكن فاطمه ما تسوقتهاش، ما عقلتش عليها. وماريا تحكم عليها بالتوسط في الدعاره لمده 6 شهور سجنا نافذه. ورفعت عليها فاطمه الدعوه ديال افراغ ديال الشرطه ديال الشقه، عفوا الشقه. خوت الى هنا كتنتهي القصه الرائعه المؤثره بزاف، وكتعلمنا انه لا بغى لك ربي شي حاجه راه غادي توصلها، غادي توصلها، وربي ما كينساش عبده. تهلاو ليا فراسكم، كنتمنى تبارطاجيو القصه مع اصحابكم، اللي يتفرج يدير لايك.